السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. في ظل الأحداث التي تمر بنا والتي تتعلق بأزمة كورونا التي أصبحت كابوس وخطر يهدد العالم بالدمار، وفي الواقع أن الحديث لا ينقطع مطلقا حول هذه الأزمة، في حلقة اليوم هنناقش مع ضيوفي أهم المستجدات والقضايا على الساحة الرياضية. وقبل ما نبدأ حلقة اليوم نتقدم بخلص العزاء للأستاذ محمد رمضان المنتج الفني لقناة الصحة والجمال في وفاة الأستاذ عمرو جمال، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. ولكن اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ أحمد سعيد مقدم برنامج الكرة والجماهير. أهلا أستاذ أحمد. أهلا يا أستاذ الشريف. والأستاذ محمد عطية مقدم برنامج دنيا الاحتراف. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ الشريف. والأستاذ محمد حسن. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أول حاجة هنبدأ بيها نبدأ بالأستاذ أحمد. نبدأ سخنين على طول كده. على طول. ماشي. طيب. أنت طبعاً شفت برنامج رامز مجنون أو حاجة زي كده بيجي. مجنون رسمي. مجنون رسمي. ظهر فيه ثلاثة من نجوم الأهلي، واحد من نجوم الزمالك. تمام. إيه تقييمك للثبات الانفعالي عند الأربع لعيبة؟ قبل الثبات الانفعالي أنا أحب بس يعني أخوض في الموضوع ده في حتة صغيرة كده، أخذك في حتة تانية. أين مجالس الإدارات، سواء مجلس إدارات النادي الأهلي أو مجلس إدارات النادي الزمالك، إن هم بيسمحوا للعيبة إن يظهروا في برامج ترفيهية أو برامج هي صحيح واخدة شو واخدة ترند زي ما بيقولوا، ولكن دول نجوم وقدوة. يعني انا النهارده اما ابقى مثلا الاقي الكابتن محمود كهربا، كابتن محمد الشناوي، كابتن علي معلول، كابتن طارق حامد، طب هو هل سياسه النادي ما فيش مثلا، هل بيستاذن، هل في ثواب وعقاب؟ هو بيطلع من نفسه بيطلع في البرنامج والاداره بتفاجئ ان هو مثلا بيظهر على الشاشه قدام الجماهير. ما دي برضو نقطه احنا مش عارفين. يعني مثلا المستشار قال قبل الحلقه بتاعه كابتن طارق حامد ما تظهر، قال ان احنا هنوقع غرامه 500,000 على كابتن طارق حامد. ولكن الوضع اختلف. طارق حامد ظهر بثبات انفعالي، قال جملتين حلوين، قال ظهر بشكل لائق، يعني جام النادي الزمالك، الله اعلم قال ايه، لان انا ما بتفرجش على الحلقات دي. يعني ممكن اخد خلفيه، انا ما بتفرجش عليها يعني. فوجئنا رد فعل غريب جدا، ان المستشار كان شيء لم يكن، وكان ما فيش عقوبه وما فيش غرامات. طب بناء على ايه انت وقعت عقوبه، وبناء على ايه انت وقعت رجعت في قرارك؟ النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي اللي احنا يعني في الاعلام واكيد كلنا عارفين الكلام ده، النادي الاهلي ما بيتكلمش كتير، ما فيش تصريحات. كان في قلق شويه بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ، حتى يعني من مصادرنا ان هم بيحاولوا ان حلقه سيد عبد الحفيظ ما تخرجش، لان هو مدير الكره في النادي الاهلي. هتخرج. طب ما ده هيسبب ازمه، ممكن يسبب ازمه. انت عارف النادي الاهلي بيبقى له ثوابت وبيبقى له مبادئ وفي قيم واخلاق وفي عقوبات، فهتبقى ازمه للنادي الاهلي عشان مجنون. طب لو سمحت يا فضل احمد، يعني عايزين نتكلم بدون يعني حاجه مسبقه. تمام. يعني ما فيش قيم ومبادئ ومش عارف ايه، وهل اللي انت بتحكيه ده مش موجود عند نادي الزمالك، القيم والمبادئ وال كل نادي له سياساته يا استاذ شريف. تمام. في نادي بيحط مثلا من اول الموسم ما بيبدا بيبقى عنده مدير كوره، جهاز فني، مجلس اداره، بيحط ثوابت وبيحط مثلا في ثواب وفي عقاب. في نادي بيقدر يجامل، في نادي بيقدر يعني بيمسك العصايه من النص زي ما بيقولوا، مثلا عشان بيبقى في نجم كبير مش عاوز يخسره، بيخاف مثلا من موضوع انت عارف سوق الانتقالات، وانت عارف طبعا الازمه الشهيره بتاعه كهربا، ومن قبلها عصام الحضري وابراهيم سعيد وكابتن حسام وكابتن ابراهيم. فبتيجي مجالس الادارات، في مجالس الادارات انا بعتبرها يعني ممكن تكون بتتعامل يعني بروح القانون، يعني ممكن يعدي موقف، في انديه ما بتعديش. برضو انت ما قلتلناش على الثبات الانفعالي. انا دلوقتي الثبات الانفعالي الحقيقه انا ما بتفرجش على البرامج دي، يعني النوعيه دي من البرامج انا ما بتفرجش عليها، بس طبعا متابع الاحداث. ده كان عنده ثبات انفعالي، طب ما هو اصلا يا استاذ شريف وانت اكيد عارف الكلام ده، لحد علمي ان هم بيبقوا عارفين ان هيحصل المقالب او الموقف اللي هيحصل ده، هو متفق عليه قبل الحلقه.
تقريبا يا استاذ شريف بقى، مع احترامي ليك عشان بس نبدا الحلقه سخنين. اتفضل. ماشي اتفضل يا استاذ محمد. مع احترامي ليك طبعا. اتفضل اتفضل. تعقيب على الكلام اللي انت قلته. ماشي. ولكن انا بس نشوف الامور ببساطه. انت عندك مين اللي طلع؟ عندك علي معلول، محمد الشناوي، وكهربا، وطارق حامد. طبعا الاستاذ احمد سعيد عاوز يقول ايه؟ نادي الزمالك طبعا هو قال لك عشان مصطفى منصور، قال لك شال الغرامه على مش عارف ايه، وقال كلام حلو قوي. هو حقه. ولكن اقول لك حاجه. لا هو حقه. لا مش حقه. بقى صراحه مش بقى. حق. مش حق مين؟ مش حق مرتضى منصور. ما انا بقول لك هي بتبقى نسبيه. طب ممكن اقول بقى حاجه معلش؟ اتفضل. انا بس تعقيبا من الكلام ده. اتفضل. هقول طارق حامد عكس كهربا ومحمد الشناوي وعلي معلول. في ايه بقى؟ ولكن شوف بقى عمل ايه مع رامز مجنون الرسمي. طيب. او عمل انت ايه مع حضرتك بتدخلني بقى في ايه يا محمد؟ لا لا ثواني بس الاول. انت بتدخلنا في كواليس الحلقه. لا لا أكمل. انا مش هتكلم عن كواليس لكن الحلقه. لكن رامز درس. لكن رامز درس ان هو وقعه في الميه، ده رقم واحد. طب ما هو الشناوي وقعه في الميه برضه. اتنين. لا ولكن بفرق ان النهارده هيتخانق معاه. يعني احنا وصل بينا السذاجه يا كابتن محمد بعد اذنك. وصل بينا السذاجه ان انا اخاطب الجمهور النهارده المصري ان نجم النادي الاهلي او نجم نادي الزمالك وقع رامز جلال في الميه. لا عارف ليه؟ لا يا جماعه انا ضد البرامج دي على فكره. لا احنا نادي رجاله. ايه نادي عندنا يا استاذ محمد؟ انت حضرتك دخلتنا نادي رجاله. طب الاستاذ محمد عطيه دخلنا في حته راجل ومش راجل. لا انا بختلف من الاساس في المبدا. النهارده واحد بيقول لك مش عاوز الحلقه تطلع، طب سيد عبد الحفيظ وعمالين يتصلوا الاداره بتاعت ام بي سي مصر وعاملين يتصلوا برامز جلال، ولو طلعت هتحصل كارثه وتحصل ليه؟ ليه ايه ده كله يعني؟ اول على الاخر ده برنامج. لان مدير الكوره في النادي الاهلي. مدير أيوة. الكوره في النادي الاهلي. طب راح ليه؟ ايه؟ وعشان يجيب دولارات الناس واقفه اكيد عشان الفلوس. بس خلاص. انا بقول لك انا رافض المبدا. انا رافض المبدا ده. طب بص يا كابتن. اتفضل. يعني لو حسبنا، لو احنا طبعا عرفنا من الكواليس بتاع البرنامج بتاع رامز ان الوحيد اللي راح وتطبق عليه عقوبه وشالها مرتضى منصور. أيوة. عشان لقن رامز جلال درس مش هينساه طول العمر. تمام. طارق حامد ما اعرفش خفض العقوبه او لغاها، دي وهيديله كمان جايزه كمان وممكن. لكن بص بص يا كابتن احمد، هتلاقي سيد عبد الحفيظ، محمد الشناوي، علي معلول، مين تاني؟ كهربا. طيب اقول تصريح بعد اذن حضرتك عشان ما انساش. بس لا اكمل السؤال. طب اتفضل. وما واللي جاي اكتر احنا لسه ما نعرفش مين اللي هيظهر تاني. تمام. يعني يما خمسه او سته او سبعه او ثلاثه او اربعه يظهروا من النادي الاهلي. تمام. يبقى ما نقدرش نيجي نقول بعد كده نادي مبادئ وقيم. اتفق معاك. طيب اتفق معاك في كده، لان النهارده على برضو يعني تاريخ النادي الاهلي لو موجود الكابتن صالح سليم او الكابتن حسن حمدي. واللعيبه دي هتتصرف من دماغها كده. اكيد في عقوبات هتوقع على اللعيبه دي. يا بس الجزئيه اللي انا عايز اوضحها مع حضرتك. اتفضل. يعني بالنسبه للكابتن سواء علي معلول او كابتن محمد الشناوي او هي دي بترجع في الاول، او كابتن طارق حامد دي بترجع في الاول وفي اخر لشخصيه اللاعب. يعني كابتن طارق حامد مثلا هو شخصيته هو شخص عنيد جاد شويه، وحتى شخصيته في الملعب كده، فرد فعله في البرنامج مبدئيا كده مش مستغرب بالنسبه لي بالنسبه لشخصيته داخل الملعب. اما بالنسبه للكابتن كهربا ممكن تكون شخصيته مختلفه فرد فعله مختلف. هنيجي برضو نرجع في القيل والقال دايما اللي بيطلع مع اي برنامج لرامز جلال، هل الناس اللي بتيجي او الضيوف اللي بتيجي دي على علم مسبق بالبرنامج ولا لا؟ يعني احنا مثلا شاهدنا النهارده في حلقه النهارده ان الممثله سوزان نجم الدين مثلا قالت ان اقسمت بالله ان هي ما تعرفش اي حاجه عن موضوع حلقه النهارده. ونرجع برضو للجزئيه اللي الاستاذ احمد سعيد قال عليها بخصوص هل في لوائح بتلزم اللعيبه ان هي تقدر يعني توقع عليها عقوبه او لا، ده اللي نقدر ان احنا نتكلم فيه. تمام. وهل دي برضو ميزه في النادي الاهلي عن اي نادي اخر، ان ممكن يعلن العقوبه ولكن بصوره خفيه، مش لازم يعلنها للاعلام، ممكن تكون العقوبه دي بتعلن ومش هيتراجع فيها ولا يتراجع فيها. يعني هل انا كنادي اهلي الافضل ان انا اعلن عقوبه او اقول عقوبه من غير ما اعلن عنها وتبقى داخل الغرف المطلقه زي ما النادي الاهلي؟ انت مش محمد، انت هتجيب لاعب زي مسؤول لما تتكلم؟ لا طبعا. ده حاجه وده حاجه. بص عاوز تبرر برر على الكل، ولكن ما تقولش ان لعيب مختلف عن رئيس مجلس الاداره. استاذنك في حاجه يا استاذ محمد. جهاز فني. استاذنك في حاجه يا استاذ محمد. انا عاوز اناقش الموضوع ده من زاويه ثانيه خالص. تمام. ويا ريت تسمحوا لي بقى بعيد عن الاهلي والزمالك خالص. طبعا انا هاخد مثلا الكابتن محمود كهربا.
رامي الاستاذ رامز جلال بيساله سؤال بيقول له باين انت في الاهلي او في الزمالك، قال له لا ده انا في الاهلي واشيل الشنطه واقعد في الاهلي احتياطي. انا عاوز بس اقول للجمهور اللي اتفرج على الحلقه دي، كابتن محمود كهربا له كل الاحترام سواء كان في الزمالك او سواء في النادي الاهلي، انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هنا عاوز ادي رساله للجمهور المصري سواء اهلي او زمالك. كابتن محمود كهربا كلنا نتفق وشفناه صوت وصوره وهو بيبوس تيشيرت نادي الزمالك بابا. والزمالك روحي وماما وبابا وكل حاجه في كل المواقع الاخباريه، ساب النادي الزمالك راح النادي الاهلي بيقول لك النادي الاهلي انا اشيل الشنطه واقعد احتياطي مش فارق معايا. انتوا يا جماعه انتوا بتلعبوا بمشاعر مين بالظبط؟ الناس اللي بتتفرج عليكم دول هم اللي مظلومين بجد. ليه بقى؟ عندك مثلا جمهور النهارده النادي الاهلي بتلاقي حد متعصب شويه. طب معلش يا كابتن احمد نطلع فاصل ثانيه واحده ونرجع نطلع فاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم معانا الاستاذ محمد رمضان. يا استاذ محمد السلام عليكم ومساء الفل كابتن شريف، تحياتي ليك وتحياتي لزميلي استاذ محمد عطيه وتحياتي ليك يا كابتن شريف وحياتي تحياتي للمهندس صديقي العزيز محمد حسن. اولا بشكركم على الاول يا استاذ محمد، البقاء لله. البقاء لله يا استاذ محمد. الاستاذ عمرو جمال الدوام لله وحده قدر مش هفعل الحمد لله، كان نفسي اكون موجود معاكم النهارده لولا ظروف حاله الوفاه. برضو بس ما قدرتش ما اشوفش الحلقه واتابعها سريعا، وكان اول حاجه في الحلقه بس بتتكلموا عن برنامج رامز مجنون رسمي. معلش هخش في الموضوع وهتكلم بس هتدخل معاكم كاني موجود معاكم وانا اسف. اتفضل يا استاذ. طيب انا بس هسال سؤال للاستاذ شريف لانه هو اللي طرح السؤال في الاول، هل هو الموضوع على بنناقش برنامج رامز مجنون رسمي بضيوفه كاملة ولا بنناقش النجوم الرياضية او لعبة الكرة اللي ظهرت في البرنامج؟ لا بالنجوم الرياضية يا استاذ محمد. طيب ما طالما هناقش النجوم الرياضية اناقش النجوم الرياضية في جميع البرامج اللي ظهرت في التلفزيون خلال شهر رمضان، ايش معنى رامز مجنون رسمي؟ لان هو اللي على الساحه. انا بصراحه ما شفتش. هو ترند دلوقتي. انا شفت الكابتن ابراهيم فايق مستضيف لعيبه كوره كتير جدا، شفت الكابتن شهير ده طبيعي كوره كتير جدا، شفت برامج تانية توك شو وسهرات رمضانيه في بعض البرامج بتناقش مع لعيبه الكوره كتير جدا، ولا اشمعنى برنامج رامز بالاخص؟ يعني انا شاركني معاك في الموضوع. طيب ماشي، انا بحكي على انا يعني معلش انا ما شفتش على فكره، لا شفت طارق حامد ولا شفت الثلاثه اللي انا بحكي عليهم، بس من واقع التفاعلات على السوشيال ميديا انا بحكي عن الناس بتحكي عن ايه. تمام طيب نتناقش فيها من انهي اتجاه؟ انا كان سؤالي بقول لكابتن احمد ايه رايك في الثبات الانفعالي بتاع اللعيبه ما استضافهم رامز جلال على في البرنامج بتاعه. حلو، هل الثبات الانفعالي ده انا برضو بتناقش معاك، هل الثبات الانفعالي هنا خاص بلعبه الكره فقط ولا خاص بالبرنامج؟ لا خاص بلعبه الكوره فقط. طيب ما لعبه الكوره هنا انا مش هقدر اقيمهم ثبات انفعالي لان الموقف اللي هم فيه مش موقف كوره، يعني هو مش رايح انفراد، مش رايح يرقص، مش رايح يشوط ضربه جزاء. الموقف يا استاذ محمد بيبان ثباته الانفعالي في برنامج زي ثباته الانفعالي في ماتش كوره، زي ثباته الانفعالي في حياته العاديه، متهيألي ما يختلفش كتير. تمام حلو، يعني احنا بنتكلم هنا على الثبات الانفعالي فقط في برنامج رامز مجنون رسمي بالنسبه للعيبه الكوره اللي ظهرت في البرنامج. طب اسالك انت سؤال يا كابتن، انت رايك في الثبات الانفعالي للعيبه اللي ظهرت حتى الان؟ لا انا متهيألي هتبقى شهادتي مجروحه يا استاذ محمد. ليه انا بتناقش معاك في الموضوع. طيب ماشي، يعني واحد زي علي معلول ماشي معلش يعني بيصرخ مش عايز اقول لفظ واحد زي علي معلول ده جاب له التعبان قدامه وبيقول له ده انا مضيك في الزمالك، قال له لا هات لي التعبان احسن انا مش همضي للزمالك، هل في ثبات انفعالي اقوى من كده؟ هي الفكره بس يا استاذ محمد، جمهور الزمالك فخور جدا باللي عمله طارق حامد في الحلقه ده لغوا العقوبه بتاعته. ولما انت كمجلس هل هنا قصه وصلنا باشمهندس كابتن شريف. خليني بس اكمل مع الكابتن شريف لاعب لاعب ماشي. انا شايف بس الكابتن محمد عطيه بيضحك. انا عارف رد فعلك اصلا. اظن الموقف بتاع التعبان ولما بيقول له انا اجيب لك تمضي للزمالك قال له هات لي التعبان افضل، ده كان اكبر ثبات انفعالي موجود في الحلقه، فالراجل ده خرج من التقييم في الثبات الانفعالي. مين تاني؟ الشناوي. الشناوي ثبات الانفعالي كويس يعني اظن ده خارج التقييم. خارج التقييم ماشي. مين تاني؟ كهربا. كمال وكابتن كهربا
ماله انت اللي تقول بقى مش ماله، ماله ايه؟ واحد واحد بيصوت يعني في ايه؟ لسه يعني الثبات اللي انفعله عنده مش قوي، مش قوي خالص. يمكن هو اصلا يمكن لسه بقاله 3 4 شهور من الزمالك، يعني ما هنقول ايه، لسه ما اترباش في النادي الاهلي بالظبط، لسه ما تعودش على. طب ايه رايك يا كابتن محمد يا ما كان بيبوس في فلنه الزمالك ايه؟ يا ما كان بيبوس في فلنه الزمالك. لا انا انت بتقارني على الثبات اللي انفعال. ايوه طب ما انت بتقول لسه ما لسه ما النادي الاهلي. ايوه من الراجل لسه بقولوش 3 شهور في النادي الاهلي، يعني ما يتربى في النادي الاهلي هيزيد ثباته الانفعالي. ايوه بس راح الزمالك قعد حوالي 5 6 قعد حوالي سنه ولا سنتين. لعب قد ايه في الزمالك يا كابتن محمد؟ ايه لعب قد ايه في الزمالك؟ لعب قد ايه؟ لعب موسمين. موسمين؟ اه تم تعارضه. لا انا بسال حضرتك لعب قد ايه مع فريق نادي الزمالك؟ لعب قد ايه؟ لعب سنتين. لا ما لعبش سنتين يا استاذ محمد. اقول لك على حاجه، ثواني يا استاذ احمد والنبي. اتفضل 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 يا كابتن احمد. ايه رايك في ضربه الجزاء اللي ضيعها كهربا؟ يعني ده اصل هم هقول لك على حاجه، انا برضو ما بحبش اخش في حته اهلي وزمالك، بس امال انت خشش فيها يا استاذ محمد دلوقتي؟ يعني عند جماهير الزمالك وعند اللي بيتكلموا عن الزمالك كتير جدا، عندهم دايما كل حاجه ليها سبب النادي الاهلي فيها، يعني اي حاجه لازم يبقى النادي الاهلي سبب فيها. احنا حتى لو خسروا مباراه ملهاش علاقه في قاره تانية او في حته تانية يقول لك النادي الاهلي سبب فيها. قضيه القرن بيتكلموا فيها بقالهم 20 سنه. لا احنا لسه جايين ده دي ده دي لسه بقى ده لسه احنا لسه هنفتحها طويل في الموضوع الاولاني. خليني بس اتكلم بس في الموضوع. حتى وصلت الموضوع بيهم ان ضربه الجزاء اللي ضيعها كهربا ضيعها علشان هو انتماء اهلاوي، ووصل بيهم كمان للضيوف اللي ظهروا في برنامج ترفيهي او برنامج كوميدي او برنامج بيظهر كل سنه بنفس المواقف بقى التقييم. طب ثواني يا استاذ محمد، ثواني بعد اذنك يا استاذ محمد. طب خلينا نرد بقى. ثواني اه سيبنا نرد. ثواني لو احنا يعني قلبنا الشاشه الناحيه الثانيه وكان لاعبي الزمالك جم وعملوا نفس اللي عمله لاعبي الاهلي، كنت حضرتك هتحكي تقول برنامج ترفيهي ودول لعيبه بيصوتوا زي النسوان؟ بيقدم برامج ترفيهيه وبتطلع فيه نجوم من النادي الاهلي ونجوم من نادي الزمالك وبنقول برنامج ترفيهي. قد ايه من نادي الزمالك يا استاذ محمد؟ مش فارقه. ما هو برضه عايز اقول لك حاجه، انت بتقول اربعه طلعوا من النادي الاهلي حتى الان، حتى الحلقه 22 ثلاثه بس ثلاثه لاعب وطلعوا من النادي الاهلي، الله اعلم الرابعه هتطلع ولا مش هتطلع. لا هتطلع. ولاعيب واحد من نادي الزمالك، انا لو هحسبها تقييما والله بتكلم بجد، انا لو هحسبها تقييما بدون تقليل من نادي الزمالك وبدون تقليل جماهيريه النادي الزمالك، انا لو احط النادي الاهلي كترتيب في اي شغل عندي او في اي حاجه عندي هيكون النادي الاهلي ليه النسبه الاكبر. طبعا مؤامره يا نجم، مؤامره يا نجم، يا استاذ محمد على فكره تسويقيا، على فكره انا بتكلم تسويقيا ودي مهنتي كميديا. انا مهنتي كميديا، لما اجي بقيم كميديا او باجي اقيم. بس خلي بالك يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، اعلانات اتفضل بتاع سي بي سي اللي هو القناه اللي ام بي سي، ام بي سي بيقول اعلى نسبه مشاهده على مدار سنين القناه كانت حلقه طارق حامد. اعلى مشاهده السنه دي مسلسل البرنس ملوش علاقه ببرنامج مين، احنا لينا علاقه مش بالحلقه، احنا لينا علاقه بالكم. لما بيجوا يقيموا في نهايه رمضان يقول لك اللي كان بيتشاف السنه دي ايه اقوى حاجه، ما بنجيبش حاجه صغيره، انت ممكن تجيب حاجه بسيطه جدا او بوست بسيط انت منزله لهدف ما على الصفحه بتاعت حضرتك، بس في موضوع هام او في حاجه مهمه بتكون عليه تفاعل قوي، فبالتالي مش هقول صفحه حضرتك قويه لكن هقول البوست قوي. ولكن لو هذا اقيم الصفحه كامله، هو من هنا ابدا اقيمها قويه ولا مش قويه. كذلك الموضوع بنيجي اخر رمضان بنقول ايه اللي تم في مدار على مدار الشهر، ايه نسبه المشاهدات، ايه نسبه الرعاه، ايه نسبه المعلنين، ايه نسبه وبقيم تقييم قوي. وللعلم برنامج رامز السنه دي من اضعف المواسم اللي قدمها رامز غير السنين اللي فاتت كلها، وده ده ده من تقييمه ومن تقييم ناس كتير. طبعا. لكن خلينا احنا عشان احنا خرجنا من الموضوع، هل احنا وصلنا للدرجه ان احنا بقينا اهلي وزمالك بنقيم لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك في وجود برنامج ترفيهي كوميدي بيطلع بيجي في كل رمضان واقول هنا ده عنده ثبات انفعالي فراجل، ده ما عندوش ثبات انفعالي مش راجل؟ مش علي معلول ده اللي انت حضرتك بتقول عليه مش في التقييم اخر واحد حاطط فيك اهداف؟ لا ما حطش فينا اهداف علي معلول. حط جون اخر واحد حاطط فيك هدف في عماد السيد ده علي معلول
صح ولا غلط؟ هي في الدور الثاني. بقى هو هنا عنده شخصيه ولا ما عندوش شخصيه؟ هو هنا راجل ولا مش راجل؟ هو هنا ثابت ولا مش ثابت؟ تاثيره ايه؟ طب طب يا استاذ محمد، مع 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 احترامي لكابتن علي معلول، تمام، ومش هحلف على الهوا، لو تمام. الزمالك قدم له عرض اقوى من عرض النادي الاهلي، ده تاني يوم يروح الزمالك. ما عنديش مشكله ما يروح. لا عشان في البرنامج عندك هنا ومع بعضينا، انا قلت للكابتن احمد فتحي مبروك، اتفضل روح بيراميدز، ربنا يوفقك. انا احاسبه يا كابتن. بص يا كابتن، انا احاسبه على الفتره اللي موجود فيها معايا، ادى ولا ما اداش، لعب ولا ما لعبش، عمل ولا ما عملش. لكن هيروح نادي تاني؟ طب ما عبد الله السعيد راح بيراميدز بطريقه مش حاببها جمهور الاهلي. خلي بالك اقول لك على حاجه، مش انا المقياس ومش حضرتك المقياس، المقياس الجمهور. المقياس الجمهور، الجمهور من طبعه هو عارف بيحب مين وبيكره مين، ومين اللي بيعدله غلط اخطاء ومين اللي ما بيعدلوش اخطاء. ما الكابتن احمد فتحي راح بيراميدز والكابتن عبد الله السعيد راح بيراميدز، واحد بيقولوا له بالتوفيق واحنا في ظهرك وبندعمك وبنشجعك، واحد بيقول له انت كنت خساره ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي، بالرغم ان الكابتن عبد الله السعيد كان من اقوى اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، وتعويضه كان صعب جدا. ولا زال تعويضه صعب. الاهلي ولا زال. الاهلي ما بي الفرق يا كابتن، يا كابتن شريف، جماهير النادي الاهلي جماهير من النوعها، عارفه مين اللي ادى وعارفه مين اللي كمل ومين اللي يستحق تيشيرت النادي الاهلي ومين ما يستحقوش. هو اثنين راحوا نفس الفريق، اثنين راحوا اتعاقدوا مع بيراميدز، والاثنين كانوا في الاهلي، واحد بنقول له بالتوفيق وهنشجعك، والتاني بنقول له يعني الفتره اللي انت قعدتها معانا متشكرين جدا بس مش هنشجعك. اهو ما هو هو الاثنين في نفس الفريق. في مقياس اكثر من كده ان الجماهير واعيه جدا وفاهمه جدا بتقول ايه؟ طب الاستاذ محمد عايز اسالك سؤال. معاك اتفضل. طبعا استاذ محمد، طبعا انا البقاء لله طبعا في كل شيء، الدوام لله حبيب عطيه، وانا كان نفسي موجود معاكم بس ما قدرتش اسيبكم. كنت اتمنى والله يا فندم. والله كنت اتمنى على فكره. لابس تيشيرت ابيض، خلي بالك. ها ايه؟ لابس تيشيرت ابيض. انت لابس تيشيرت ابيض وجاكيت اسود وكلكم مسودينها ليه؟ بس مش مشكله. بص يا محمد، اللي حطيناها الابيض برضه يا كابتن محمد. اولا عشان اتكلم معاك بخصوص حاجه، انت طبعا بتتكلم على بالنسبه للبرنامج اللي حصل بتاع رامز جلال، ولكن انا اقول لك بس معلومه مهمه جدا بالنسبه لسيد ابو حفيظ. ليه الاداره النادي الاهلي وخصوصا محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره بيتصل باداره ام بي سي مصر بيقول لهم الحلقه دي ما تتذاعش، تدفعوا هندفع اي مبلغ ولكن الحلقه دي ما تتذاعش؟ طيب نتكلم في الصح والغلط ولا نتكلم في الموقف؟ طب انت بتتكلم بقى، قول بقى لاعب وادي رئيس واحد خطأ فادح من الكابتن سيد عبد الحفيظ انه يطلع في برنامج ترفيهي بالشكل ده. ليه؟ لان اقوى مدير كوره جه للنادي الاهلي بعد الكابتن ثابت البطل الله يرحمه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، ودوره موجود. تمام. المعنى ان هو يطلع ليه هيبته، ليه طريقته، ليه كلامه، وكلنا نشهد ان السنه اللي فاتت الدوري السنه اللي فاتت كان الوحيد اللي بيلاعب جماهير الزمالك واعلام الزمالك ونادي الزمالك نفسيا ببعض التصريحات، وقدر بالتصريحات اللي بيعملها دي النادي الاهلي يكسب بالدوري بعد ضياع نقط كتيره جدا من الزمالك بالرغم انه كان متقدم. كان دور الكابتن سيد عبد الحفيظ ان يلم لعيبته ويكون هو متصدر المشهد اعلاميا وبتصريحاته للزمالك بلعيبته بجماهيره، كان الكابتن سيد عبد الحفيظ. لما يبقى واحد بالقيمه دي، بالهيبه دي، بالقوه دي، بالصرامه دي، بالعنف ده، بالعنف الاداري ده، لما يطلع في برنامج ترفيهي بالشكل ده هتقل من قيمته كمدير كوره بشكل غير طبيعي. فاحنا هنا بنتكلم هو اخطا من الاساس انه ظهر في البرنامج، ما عندناش اختلاف في ده، احنا من جماهير الاهلي ما عندناش اختلاف في ده، وبنلوم الكابتن سيد عبد الحفيظ انه ظهر في برنامج رامز مجنون رسمي لقيمته الاداريه. ده راجل مدير، راجل ليه وضعه، راجل بيدير اكبر نادي في الوطن العربي، راجل بيدير من 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 اكثر الانديه اللي واخده بطولات في العالم بعد ريال مدريد، فبالتالي لازم يكون وضعه هنا. هل انت تقبل ان الكابتن سياده المستشار مرتضى منصور يكون موجود في برنامج رامز؟ لا ما تشبهش يا استاذ رامز. ده لا ما تشبهش، ما تشبهش السيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور. هل انت خلينا اكمل؟ لا 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 لا، ما ينفعش تقول انت ده، ما ينفعش. انت استاذ محمد مع احترامي ليك، انت بتجيب خلينا اكمل. هل انت تقبل بتجيب النمله جنب الفيل يظهر في برنامج رامز؟ ما نقبلش، لان الاثنين دول رموز لاكبر ناديين في الوطن، كذلك المنوطين بالمناصب الاداريه داخل النادي. ما نقبلش ان كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان كان الكابتن اسماعيل يوسف، برضه ما نقبلش، لان دي رموز بتدير من اكبر الانديه في الكره المصريه والوطن العربي، مش الكره المصريه بس. ما نقبلش، هي دي الفكره. استاذ محمد،
سؤال بقى ليك مع احترامي ليك بقى ورد عليا بصراحه. اتفضل. انت في اثناء يوم 27 و28 طلع قرار بالغاء الدوري وبيقول ان انت الاهلي انت بتستبعد الاحداث يا انا لا 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 ثواني بس الاول بعد اذنك يا استاذ شريف انا عارف الرد بتاعه. هيطلع القرار بالغاء الدوري بتاعه. ماشي وقال لك حامل لقب نادي الاهلي. ردك ايه؟ لا ما هو رد من الحلقه اللي فاتت كان لا ما حدش ياخد الدوري الاستاذ محمد كان رايه انت ممكن اسمعه هو على التليفون. كابتن شريف كنت مع كابتن شريف كنت مع كابتن شريف في الحلقه هنا وقلت له احنا في حالتين في حاله هل هنشوف الاقرب دوري شبيه لينا اللي هو يعتبر الدوري الانجليزي ليفربول باقي له كام نقطه هل ليفربول هياخد البطوله ولا لا لسه هنشوف وفي صفقه من قبل كده كانت تقريبا 2012 او 2013. طب نستاذنك يا استاذ محمد استاذ محمد نستاذنك نقول الاخبار دي ان وزيره الصحه ابلغت وزير الرياضه ابلغت رئيس اتحاد الكوره بوجوب الغاء الدوري فورا. ما انا بقول لك ان هو هيتلغي بس خلينا نشوف هيحددوا بطل ولا مش هيحددوا بطل. انا بقول في واقعتين في على فكره يا كابتن محمد عمرو الجناني اضعف من هو يقرر الاهلي بطل او الزمالك او الاهلي مش بطل. ده كلام على مسؤوليتك انت. ايوه على مسؤوليتي الشخصيه لكن لا انا شايف من اللجنه الخماسيه لاتحاد الكوره لجنه قويه جدا بتدي له الكوره بشكل كويس وشايفها الفتره اللي فاتت قايمه بدورها على قدم وساق. على فكره يا استاذ محمد انا مش بقول كده. ليه مش عايزني اقول الجزء الثاني؟ طيب طب على فكره لا رد على كلامك انت لما بتقول اقوى. انا بقول لك لان لو هو ما قررش ان الاهلي بطل الدوري وكان الموسم كان لم يكن هيتهمون ان هو زملكاوي وعمل كده عشان مشكلة بس يا كابتن شريف بس خليني بس اكمل الجزء طيب اتفضل الثاني ان حصل ان في دوري اتلغى كان الزمالك تقريبا متقدم فيه بعض النقاط ولما اتلغى تقريبا كان في سنه لا حرس الحدود يا كابتن محمد حرس الحدود اللي كان الثاني ورا كان الاول كان الاول حرس او 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 كان في فرقه الاول ما فازتش بالدوري واتلغى الدوري ومفيش حد فاز بالدوري. ده ناخد على اني واقعه اتحاد الكره لسه هيكرر لكن خلينا ناخد الموضوع لابعاد في ابعاد كتيره جدا مين هيصعد مين هيهبط بعد الغاء الدوري هل التعاقدات اللي ما بين اللعيبه زي الكابتن احمد فتحي اللي هيسيب الاهلي ويروح بيراميدز بالغاء الدوري وبعدم وجود بطل او بوجود بطل ايا كان هل الموسم بتاعه اتلغى ولا ما اتلغاش؟ هل الخساره دي مين هيتحملها؟ هل لعبه الفرص في مصر تعتبر استثمار بالغاء الدوري الغاء تعاقدات اعلانيه ورعايات وحاجات كثيره جدا وبيوت كثيره مفتوحه مين؟ فالقرار مش قرار مين بطل الدوري فقط ولا الدوري هيتلغي لا القرار ده استثمار كبير موجود في مصر وفي الوطن العربي كله فالقرار مش بالسهوله ان مين الفوز بالدوري او مين ما هوش او مين هلغيه او مش من هلغيه يا كابتن شريف الموضوع ليه ابعاد كتيره جدا ان كانت اقتصاديه او ان كانت حاجات كتيره جدا فاكيد القرار مش هيتاخد كده ان هو خايف من النادي الاهلي ولا خايف من نادي الزمالك او مش خايف من النادي الاهلي او مش خايف من نادي الزمالك الموضوع اكبر من كده بكتير ليه ابعاد ثانيه هل كل الابعاد دي محطوطه في الاعتبار ومعمول حسابها ولا لا؟ ايوه طب الاستاذ محمد عايز اسالك سؤال. استاذ محمد رمضان ازاي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس ازاي حضرتك عامل ايه؟ لقاء لله يا فندم. الدوام لله وحده فعلا ملحوظه مهمه جدا اللي حضرتك قلتها هي بسبب موضوع الغاء الدوري من عدمه. تمام. موضوع الغاء الدوري ده حصل 6 مرات في تاريخ البلد يعني. ابتداء في الدوري المصري. في تاريخ مصر ابتداء من موسم 54-55. 54-55 القرار كان ايه؟ القرار كانت المسابقه تتلغي وكان باقي 5 ماتشات وكان الزمالك ساعتها فارق بنقطتين. تمام. ده كان اول موسم حصل فيه الغاء للمسابقه. طيب والزمالك ولا اتلغى نهائي؟ لا اتلغى نهائي والزمالك قدم طلب ان هو كان متصدر الدوري ولكن تم رفض طلب. طيب ده كان موسم 54-55 رقم واحد المفروض لو همشي على 54 الغاء الدوري مفيش بطل في موسم هقول لحضرتك 6 مواسم ونقيمهم مع بعض عشان نشوف هل هنقيس على كده الموسم اللي احنا موجودين فيه ولا لا. موسم 71-72 كان في واقعه شهيره جدا بين كابتن مروان كنفاني والكابتن الديبة وانتهى ضربه الجزاء فاروق جعفر فعلا وانتهى الموسم بسبب الواقعه دي في الاسبوع 9 وكان برضو نادي الزمالك كان اول متصدر في موسم 73 لا القرار كان ايه؟
الغاء كل المسابقات من غير بطل كل الستة من غير بطل الستة اللي انا هقولهم لحضرتك بس دلوقتي خلاص يبقى مش عايزين تواريخهم ست مرات تم الغاء الدوري فيهم والزمالك كان متقدم هو بيقول تواريخ انا بقول التواريخ عشان السادة المشاهدين برضو يكونوا معانا ايه الاسباب ومين كان الاول ومين كان الاول ثالث موسم ثالث موسم 73 74 ده اتلغى في الاسبوع الخامس بسبب حرب اكتوبر كان الاهلي اول بفرق نقطه بعد كده سنة 89 90 بعد الأسبوع ال 12 ده كان بسبب استعدادات منتخب مصر لكأس العالم. تتوقع إيه بقى يا أستاذ محمد؟ تتوقع السنة دي إحنا فيها إيه؟ والله لو المشكلة التوابع اللي قبل كده الإلغاء الدوري مفيش بطل يبقى هيكون إن مفيش بطل. أنت بتقول مفيش بطل. ثواني ثواني لو هو اتحاد الكورة اللجنة المؤقتة أخذت قرار إن الأهلي بطل. صعب خلاص هي شايفه من وجهه نظرها كده اشمعنى يا استاذ محمد احنا بنحكي من وجهه نظرنا احنا مش من وجهه نظرها هي انا هقول لحضرتك يعني هقول لحضرتك يا كابتن محمد وجهه النظر ممكن تكون ازاي لو المشكله الرئيسيه اللي احنا موجودين فيها حاليا ان مفيش لائحه موجوده بتؤكد او بتنفي وجود بطل للدوري او لا دي مشكله كبيره ودي كانت كلها دي الازمه دي الازمه الكبيره اتحاد الكوره وعشان كده بقول لك في ابعاد ثانيه بالنسبه للهبوط بالنسبه للاستثمار بالنسبه للروح بالنسبه لعقود اللاعبين بالنسبه لعقود المدربين الاجانب بالنسبه للمحترفين امور كتيره جدا فيها خساره كبيره جدا انا هل القرار هيكون يا استاذ محمد استاذ محمد اتفضل يا رحمة انا اقول لحضرتك على حاجه عشان نلخص الكلام بتاع موضوع الدوري المصري هذا الموسم نادي الزمالك وكأنه إلغاء الموسم هو بطولة بالنسبة له لأسباب إيه هي الأسباب؟ ما نقدرش بس يا كابتن أحمد ما نقدرش نقول كده برضه لا 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 بص لا 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 لا, لا, لا أنا هقول لك بص يا كابتن محمد أنا هشرح لك الوضع بالظبط الجمهورين النهارده الأبيض والأحمر بيفكر إزاي أولا النادي الأهلي لا يعنيه تماما استكمال الدوري أو إلغاء الدوري ولكن هو يعنيه أفريقيا الاهلي بيتكلم النهارده في حقوق ماديه في رعايه في شركات راعيه في عقود لاعبين النادي الاهلي بيتكلم كمنظومه اما نادي الزمالك النهارده كجمهور عاوز الاهلي يفقد ثلاث اشياء ايه هما الاهلي حصل على 16 مباراه فوز متتالي وده انجاز ايه فرق النقاط كبير طبعا صعب تعويضه ممكن تعويضه ولكن صعب في ظل الفوقان النادي الاهلي تمام نادي الاهلي اول موسم الموسم ده يفوز على نادي بيراميدز كانه الفوز مش موجود في حاله الالغاء ثالث نقطه ودي المهمه جدا نادي الزمالك النهارده انسحب امام النادي الاهلي في الدور الاول في حاله الالغاء كان المباراه لم تكن بس عايز اقول لك على حاجه مفيش عقوبات بقى يا كابتن احمد يا كابتن احمد فكل كله بيغني على ليلى عدم تجويله الدوري والغائها بالشكل ده الحاجات دي مسجله في التاريخ ان الاهلي فاز على بيراميدز وان الزمالك انسحب في مباراه الأسوأ سمعه في تاريخ الكره المصريه كل ده في التاريخ ايا كان الدوري اتلغى ولا ما اتلغاش لا ما هو انت اما بتلغي بقى كل حاجه هتتلغي معاه طب يا كابتن محمد كابتن محمد موجوده هاخدك لحته تانية بقى اذا كان الكابتن احمد سعيد اللي انا مش عايز اطول عليكم والله يا كابتن لا انت لا احنا مستمتعين الله يخليك معاك بص بس على فكره الاجابات الدبلوماسيه فوز الاهلي على بيراميدز اذا كان هنفتح بقى ويقول لك الاهلي فاز على بيراميدز نفتح عشان الجمهور يعني الذاكره بتاعته زي ذاكره السمكه تمام ماشي الاهلي فاز على بيراميدز ازاي يا استاذ محمد فاز 2-1 في اخر دقيقه يا كابتن لا هقول لك انا الجون اللي جابه النادي الاهلي جه ازاي يا استاذ محمد قال يوباجيو قال جاند حط الجونين عايز ايه تاني خلاص اذا كان انتوا واخدينها عافيه وقال يوباجيو جاب الجونين خلاص يبقى الاهلي فاز 6-0 ضربه ركنيه هو الاهلي لو هيفوز بالطريقه في كورتين في الملعب يا استاذ محمد كابتن شريف ما كانش الاهلي والكره نزلت الملعب واللعب يستمر من الاول وفي الدقيقه الاخيره حط جوان والكلام ده كله
هو كان مكسب كويس يا استاذ محمد بيني وبينك يعني. هو يا كابتن شريف الاهلي السنادي قوي قوي. طيب خلاص نلم ورقنا ونقوم بقى يلا احنا الاربعة نمدح في النادي الاهلي. لا النادي الاهلي السنادي قوي. لا مش قوي. لا مش قوي يا استاذ محمد. لا مش قوي. لا مش قوي. مش قوي. ال 16 ماتش اللي فازهم لو احنا حققا للحق هياخد منهم 3 4 ماتشات هو اللي يستحق فيهم الفوز. التحكيم له التحكيم على مين على ايه؟ الثلاث اربع ماتشات او خمسه بالكثير خالص اللي الاهلي يستحق فيهم الفوز. واحنا على فكره بنقيم الماتش الحكم بيفضل منجم الفرقه الثانيه لغايه الاهلي ما يجيب جول. التحكيم اصلا معاهم يا ريس. حضرتك بتتفرج على مباريات الاهلي؟ بتفرج على مباريات الاهلي وبتقول الاهلي لا يستحق الفوز لا يستحق الفوز. ده كل ده كل مباراه اقل سكور 3 و4. بص برضو ده تقييم جمهور الاهلي. انا شفت مباراه لنادي الزمالك قدام نادي وسلة بالمدرب اللي مشي ده. انا اول مره اشوف الزمالك من حقه يستقيل لعب كره القدم في المباراه دي اصلا. يستقيل لو هنقيم. انت شفت مباراه وادي دجله؟ كانت مباراه سيئه جدا يعني. حضرتك شفت مباراه الزمالك ووادي دجله؟ شفتها. لو هقيم بالشكل ده بقى اوفسايد من قبل نص الملعب وانفراد وما يتحسبش ولا تحكيم. لا ده ما بيتشافش يا استاذ محمد. هي الفكره هي الشخصيه لان عارف ان الاثنين زملكاويه. لا بص يا استاذ احمد يا استاذ محمد ثواني. احنا بنتكلم جمهور الزمالك دايما بيتكلم بمنطق لكن اصل عافيه وفرد صدر والاهلي كده كده فايز. يا كابتن شريف ما ردتش على سؤالي. عمر انت حضرتك اتفرجت على مباراه الزمالك ووادي دجله؟ شفتها اللي خلصت التعادل. ايوه. هل الزمالك كان يستاهل النقطه؟ لا. احنا اتكلمنا؟ لا. طيب خلاص انتوا بتتكلموا ليه في مباراه بيراميدز يا سيدي؟ مش ما انت ما اتكلمتش. دي نقره ودي نقره. لا مش نقره ودي نقره. لا ده ده لا ده فرق. لا ثواني الاهلي مش بيتكلم امتى؟ يا ما بيعرف ان الفرق يعني كبير بينه وبين الزمالك ويسيب الحكام يعني عارف ايه تعليمات ولا في بالظبط. همشي بالمنطق بتاع حضرتك. كم دوري الاهلي خده من الزمالك والزمالك فارق بسبع ثمان نقط و10 نقط و14 نقط؟ انا قلتها الحلقه اللي فاتت يا استاذ محمد. الزمالك واخد الدوري 12 مره. مهما كان الزمالك. طب ثواني اسمعني. اتفضل. الزمالك واخد الدوري 12 مره. واخد مركز تاني 32 مره. 32 و12 يبقى 44 مره. اخصم من الاهلي 32 دوري من الدوريات اللي واخدها يبقى هيتبقى كام؟ 19 دوري. تسع دوريات. بمنطق حضرتك لو انت شايف المركز الثاني في الدوري المصري بطوله لنادي الزمالك يبقى انت عارف تقييم نادي الزمالك. ايوه عارف تقييم نادي الزمالك وعارف انا بقيم ازاي. خلاص يبقى انت كده كمشجع زملكاوي انت بتعترف على الهواء ان بناء المركز الثاني بالنسبه للنادي الزمالك ده بطوله. لا مش بعترف. مش بعترف المركز الثاني كبطوله. بعترف ان الزمالك بيعمل اقصى ما عنده وفي عوامل خارجيه وقالها عدل القيعي في قناه النادي الاهلي ان الدوري هيتاخد خارج الملعب مش على المستطيل الاخضر. عشان انا ما بحبش اتكلم عن الزمالك وانت عمال تجرني في حته وانت عارف ان اجابات الدبلوماسيه. لو همشي بالمنطق بتاع حضرتك المفروض احنا كاهلاويه بقى نطلع نعمل ايه بقى؟ لو همشي بمنطق حضرتك بطوله افريقيا اللي انت بطوله الكونفدراليه اللي انت خدتها السنه اللي فاتت ما كان في هدف ما اتحسبش في الدور قبل النهائي وكان هدف صحيح وفي اخر دقيقه. طب هيجيبونا احنا كنا لسه بنتناقش فيه بره يا استاذ. كنا بنتناقش فيه ماتش مباراه حسنيه اغادير كره معديه بكامل محيطها. ايوه ولم يتم احتساب الهدف. احنا ملناش علاقه الزمالك برضو فاز ازاي ما فازش ازاي الكلام ده كله. طب انا بتكلم على بطوله بيشترك فيها الزمالك والاهلي يا استاذ محمد. الكلام على اخطاء التحكيميه. بتكلم على بطوله بيشترك فيها الزمالك والاهلي. تمام ماشي. بتكلم عن بطوله بيشترك فيها الزمالك والاهلي. كان بطوله من دوري ابطال افريقيا كان موجود فيها الزمالك والاهلي والزمالك ما عرفش يعدي من الاهلي. طيب كم بطوله مرتين الاهلي فاز على الزمالك في بطوله افريقيا؟ لا اكتر. لا مرتين. الاهلي فاز على الزمالك مرتين فقط في افريقيا؟ في افريقيا. لا اكتر. مرتين لا فقط؟ لا في بطولتين مش مرتين. بقول لك في بطولتين. بطولتين ايام بركات ابو تريكا. طيب. الجيل الذهبي من الاهلي. بطولتين. اظن يعني في بطوله افريقيا اهو والدليل على ذلك البطوله الكونفدراليه العام الماضي ان انتوا واخدين حقكم تحكيميا زي ما انتوا بتقولوا. المشكله في التحكيم. استاذنك في حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. طبعا انا بحترم جمهور نادي الزمالك جدا لان بس هو
هو صدرني مع جمهور نادي الزمالك، لان هم كلهم اصدقائنا حبايبي. نادي الزمالك بحترمه جدا وبحبه جدا. طيب بص هقول لك على حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. نادي الزمالك بجد منظومه كبيره، ولكن انا عندي عتاب على جمهور نادي الزمالك في حاجه. في الوقت ان النادي الاهلي بيخلص فيه صفقات، ولسه خلاص سمعنا قبل ما ندخل الحلقه ان باهر المحمدي مضى للنادي الاهلي، هو نادي الزمالك قضيه نادي القرض. نادي الزمالك النهارده ومجلس ادارته عملوا اجتماع بالامس بيقول بنحضر ملف نادي القرن وبنحضر مباراه الدور الاول. طيب شوف بقى الفرق هنا، شوف العقليات. هو بيقول لك النادي الاهلي جمهور بيشجع بظهره. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، طب ممكن نرد بس على 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 الجمهور بيشجع بظهره؟ ما انت رديت الحاجه. انا عشان عشان بس معلش يا استاذ محمد، ليك كل بقى انت ليك الميكروفون يعني. حاضر. عشان انا ما انساش بس. جمهور نادي الزمالك دائما دائما رئيس او عضو او جمهور او لاعب دائما عندهم شماعه الحكام، اتحاد الكوره، سحر الهواري، حازم الهواري، السحر والشعوذه، الاتحاد الافريقي. طيب هل فكره ان انت قلتهم دول حقائق يا استاذ احمد؟ مش تمام. مش هل الحقائق يعني حتى الاستاذ شريف بياكد كلامي؟ يعني انا ما بكلمش كلام مرسل، حضرتك بتاكد كلامي. طيب انت اما تبقى نادي بتشجع نادي وعندك حكام واتحاد كوره والهواري والشعوذه والاتحاد الافريقي، طب ليه اما انت بتاخد بطوله بتنسى كل دول وكان دول ليس لهم وجود؟ انا خدتها من فم الاسد. طب طيب. ازاي هتاخدها من فم الاسد وفي حكام وفي اتحاد كوره يا سيدي خارج عن سيطرة وفي سحر وشعوذة؟ خارج عن سيطرتك. اشمعنى؟ طب ممكن بقى ارد عليك؟ اتفضل. عشان وقت الحلقه سيبك تكلمي شويه. اول نقطه، حد عن اي اخر بطوله 2007 في بطوله افريقيا هيتقاموا في النادي الاهلي ان الاهلي خرج تحكيميا؟ لا، ما خرجش البطوله دي بالتحكيم. لسه كنت بتناقش مع استاذ شريف. لا ما خرجش بالتحكيم. كوره ايه؟ انرامو. انرامو جاب جون في مصر في في في, في مصر. لا كان في الخلاف ما بيني وما استاذ. وفي كوره برضه لمحمد فضل وجابها بايده واتحسبت جون، يبقى جون هنا وجون هناك. بس ايد انرامو طويله قوي. طب يعني المهم ان بس رد على سؤالي بس يا كابتن شريف. مشكله برضه انت كجمهور الزمالك بتدخلني في حته ثانيه ليه؟ طيب رد على سؤال. 2007 في بطوله افريقيا عندك شك ان ايد انورامو دي الهدف اللي جه الاهلي خسر البطوله دي تحكيميا؟ لا انا مش شايفها خسرها تحكيميا. طيب تمام، يعني انت شايف ان الهدف بتاع انورامو ده طبيعي؟ طبيعي. طب يعني انت شايف ده طبيعي جدا. طب الهدف بقى اللي ما جاش اللي جه في نادي الزمالك في الدور اللي قبل النهائي في بطوله الكونفدراليه السنه اللي فاتت، هدف صحيح وما اتحسبش ولا مش صحيح؟ مش صحيح هدف مش صحيح. يعني حضرتك بتقول ايد انورامو اللي جت بيها الجون دي هدف طبيعي، والكوره اللي دخلت في نادي الزمالك في الدور قبل النهائي في الكونفدراليه اللي هي دخلت بكامل محيطها داخل المرمى مش هدف. طيب هل بالمنطق كده هقدر الوم حضرتك في اي كلام هتعلق عليه شماعات؟ لا خلاص. هي الفكره. طب كيف بس احمد بقى بعد اذنك محمد رمضان؟ طب انا عايز كابتن محمد، انا طولت عليكم جدا. انا بقول كلام مرسل ولا حصل؟ هو استاذ شريف اكده. اولا احنا نادي الوحيد اللي في مصر والعالم كله ان اسمه نادي الزمالك. ايه؟ العالم كله نادي اسمه نادي الزمالك. ودي بطوله برضو؟ لا كابتن محمد عطيه والله شرفتك. يعني دي بطوله؟ اسمه نادي الزمالك بس خلي بالك. لا انت 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 مش الزمالك يا استاذ محمد. لا يا باشا، انت قصر النيل ولا المختلط ولا الفاروق ولا الملكي ولا الزمالك؟ احنا مش هنتكلم على نفسنا. النادي الاهلي نادي اهلي. طيب تاريخك يا استاذ محمد، انت عملت من نادي الزمالك بطوله. اسم نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك كاسم بطوله. طيب انت قصر النيل ولا المختلط ولا الفاروق ولا الزمالك؟ كلهم النادي الاهلي. ايه كلهم الزمالك؟ كلهم الزمالك. طيب اذا النادي الاهلي من يوم ما اتنشا اسمه النادي الاهلي. مش ميزه اسمه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده كان نشاه وطنيه. ده هما بيحتزوا بحزو النادي الاهلي. لا هات اي نادي اسمه الزمالك. حزو النادي. طب نسمع الاستاذ محمد. اتفضل. النادي الاهلي دي سميت معظم انديه النادي الاهلي دي سميت بناء على النادي الاهلي المصري. ماشي معلومه نعرف على حسب الاقدميه. يعني النادي الاهلي كان 1907
فانت بعد كده هتشوف النوادي اللي تاسست بعد كده اكيد بعد الكارير ده. اول نادي اسس اسمه النادي الاهلي كان النادي الاهلي المصري. النادي المصري انديه كثيره جدا من النادي الاهلي سميت بناء عن النادي الاهلي المصري. مع احترامي يا استاذ محمد دي مش ميزه برضه، مش ميزه ان نادي يحتفظ باسمه طول العمر ونادي غير اسمه كل شويه. وميزه ان انا بقى ابدا بقصر النيل وانا يعني الزمالك. استنى ثواني بس يا كابتن، يعني انت بعد 10 سنين يعني بكره هغير نادي الزمالك. ممكن يبقى اسمه جامعه الدوله. ممكن. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكله في كده؟ المشكله مش في مسميات بس، هي المشكله زي ما استاذ محمد اتكلم، الفكره انت لما تعمل اسم للنادي تاريخ الاسم ده، هو تاريخ الاسم ده هيتعمل ازاي؟ يعني نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق وليه تاريخه. طيب أنا ممكن اقطع فضل. حديثك يا باشمهندس بس في نقطه. في الانديه اوروبا وفي في في, في البطولات الاوروبيه الانديه اللي موجوده لما بتغير الشعار بتاعها فقط من شعار لشعار بلمسات جديده بيبقى في حدث اعلامي وفي مؤتمرات وفي كلام كتير، والشركه المصممه للوجو الجديد اللوجو مش الاسم بتطلع تتكلم ليه غيرت اللوجو عشان يتماشى مع العصر الحديث او هياخد من ايه ويروح لايه. تخيل بغير لوجو للبراند اللي عندي مش بغير احنا اسم. خرجنا عن الموضوع خالص يا استاذ محمد، على فكره مش ميزه ولا عيب ان النادي يغير اسمه او ما يغيرش اسمه. ممكن اكمل بقى بعد اذنك استاذ محمد؟ اتفضل اتفضل. احنا دلوقتي احنا ايه بنقول؟ هو اعتبر هو النادي الوحيد في كل الانديه في العالم هو اسمه النادي الزمالك. لا في 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 يا استاذ محمد في تاني. النادي الزمالك غزل المحله هو النادي الوحيد في العالم اسمه غزل المحله. المنصوره هو النادي الوحيد. في زمالك فلسطين، في زمالك فلسطين وزمالك، في زمالك قالين في كفر الشيخ. بتتكلم بقى في نادي بقى تاريخ بردك عريق. ما هي الزمالك قالين ده بيلعب قسم رابع. هي الفكره. طيب ماشي ماشي. يا زمالك قالين ده عندي في كفر الشيخ بيلعب قسم رابع. يا استاذ احمد يا استاذ مش ميزه ولا عيب. انا اتفق معاك. انا بقى اشوفها ميزه امتى؟ اشوفها ميزه امتى؟ ان انا بدايه النادي ده 1907 لحد 2020 محتفظ بنفس الاسم. طب ثواني، ما النادي السكه الحديد اقدم النادي الاهلي محتفظ باسمه لغايه النهارده بس درجه رابعه. طب ايه المشكله؟ مش مشكله. احسب له يا كابتن شريف. يحسب له. طب يا كابتن شريف عمر، انا بس عشان انا طولت عليكم جدا اسيبكم تتكلموا شويه. انا سعيد جدا بالمداخله. ما كنتش ما عنديش المداخله عشان احنا مفتقدينك مفتقدينك يا استاذ محمد. كفايه عندنا احنا اصلا احنا احسن نادي في مصر واحسن نادي بالنسبه عندنا قوه شعبيه على مستوى العالم كله. تمام. النادي رقم 2 في الوطن العربي وافريقيا كابتن محمد. دايما الزمالك رقم 2 يا لا 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 رقم 1. التاريخ اللي بيقول التاريخ اللي بيقول استاذ محمد رمضان اللي مش باشمهندس محمد معاه علم الاهلي وعاوز يطلعه على الهواء ينفع؟ ينفع ما انت ينفع ما انت ده يعمل اللي عايز يعمله يا استاذ محمد. يوم يا يلبس شنطه الاهلي هو شعار هو شعار شعار النادي الاهلي على الموبايل بتاعي يعني. لا عادي عادي عايز تطلعه طلعه. لو عايزين يطلعه الاهلي طول الحلقه يطلعه فريق الاهلي. ايه الروح الرياضيه دي يا استاذ؟ مش روح رياضيه مش روح رياضيه. انت روحك رياضيه بجد؟ لا كابتن شريف بس عشان انا هسيبكم تكملوا. عمر اتفضل. بس تحياتي ليك يا كابتن شريف، حلقه مميزه جدا. تحياتي ليك يا استاذ احمد سعيد حبيب. حلقه موفقه. تحياتي ليك زميلي محمد عطيه، حلقه موفقه جدا كبير. ونورتني زميلي المهندس اللي مشرفني نجم جماهير النادي الاهلي باشمهندس محمد حسن. تحياتي ليك. الشرف ليا. ربنا يخليك. كان نفسي اكون موجود وكنت معاكم في مداخله خدت معظم وقتكم وانا اسف. انت شرفتنا والله يا استاذ محمد. الله يخليك يا استاذ شريف وبالتوفيق دايما وتحياتي ليكم وتصبحوا على خير. شكرا. انت منال يا فندم. الله يخليك في رعايه الله. طيب نرجع بقى للاستاذ محمد مع حابب نتكلم في ايه؟ نتكلم عن عوده سيبك بقى من الرامز والكلام ده عشان بس عوده النشاط. انا كنت ذكرت اربع مواسم اللي احنا زي ما اتفقنا اللي هم 54 55 71 72 73 74 و89 90 في موسم 2011 2012 ده بسبب واقعه بورسعيد. كان فعلا زي ما حضرتك قلت كان حرس الحدود في المركز الاول 37 نقطه ولعب 14 ماتش. النادي الاهلي كان الثاني لعب 15 ماتش ب 36 نقطة، نادي الزمالك كان الثالث ب 32 نقطة ولعب 14 ماتش. وده انتهى بسبب واقعة بورسعيد المؤسفة للأسف. آخر موسم كان موسم 2013 2014 استاد الدفاع الجوي باين؟ لا ده كان بسبب ثورة يونيو. وكانت النظام الدوري ساعتها كان مجموعتين. كان النادي الأهلي الأول على مجموعته ب 39 نقطة. كان نادي وكان الثاني نادي إنبي في المجموعة. المجموعة الثانية كان الزمالك الأول برضه ب 39 نقطة
ونادي الاسماعيلي كان الثاني، وكان المفروض بعد كده يبقى في دوره رباعيه. واتلغى واتلغى سواء ده او 2011 2012 ده بسبب يعني ما فيش ثواني يا استاذ محمد، ما فيش بطل، ما فيش سابقه ان في بطل للدوري. ماشي، ولكن ده بسبب ايه؟ ان في جميع الحالات اللي احنا بنتكلم فيها، جميع الحالات اللي انت حكيت فيها، ما فيش لائحه بتلزم الاتحادات او بتلزم الدول ان هي قبل اللائحه، قبل اللائحه ما فيش سنة غير سنة واحدة بس الأهلي كان الأول. كل السنين اللي انت حسبتها كان الزمالك الأول، ومرة حرس الحدود الأول، وتلغى الدوري ما قدروش ما تجرؤوش. هقول بقى لو في الحياز وخدوا بقى البطولة ايه اللي هيحصل؟ هقول لحضرتك انا ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل. لا هقول لحضرتك اللي شايفينه من اللجنة الخماسية الموجودة. لا لا لا، انا هقول لحضرتك هو كان في موسمين، النادي الأهلي كان الأول موسم 73 74 و89 90، كان الاهلي فارق اربع نقط في 89 90 بس. الزمالك كان مرتين اول، سنه 54 55 وسنه 71 72 وكان في اللي هو الموسم 2013 2014 ده كان الاهلي اول في مجموعته والزمالك كان الاول في مجموعته، فيعتبر نسب متساويه. لو نستاذنك الاستاذ حسن علام الدين، اتفضل يا فندم. يا استاذ حسن، طيب في مشكلة؟ ماشي ماشي، اتفضل اتفضل. فكل التخبط ده اللي موجود حاليا ده سببه ان مفيش لائحة ملزمة لأي اتحاد في حالة إلغاء المسابقة ان هو يقول ان الأول يبقى بطل الدوري. اللي بيحصل في العالم كله، كل دولة بتحط لائحة أو بتجتمع مع جمعياتها العمومية وبتقرر. يعني لسه النهاردة الاتحاد البلجيكي خد قرار ان الأول هو بطل الدوري. طيب نادي كلوب بروج، نادي كلوب بروج. اتفضل. من اللائحه بتاع الاتحاد الدولي الفيفا بيقول لك ايه؟ في حاله الغاء الدوري لاسباب قهريه او لاي اسباب تراها السلطات في الدوله سببا لالغاء الدوري، ما لم توجد لائحه داخليه تنص على ان الاول يكون هو بطل الدوري، تلغى المسابقات جميعها. طب الاستاذ حسن، اهلا استاذ حسن. ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا يا، ازيك يا استاذ حسن؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للوحش اللي جنبك، وحش الاعلام احمد سعيد ده. اهلا بيك. ازيك يا استاذ حسن حبيبي؟ والله خلي بالك ده اهلاوي يا استاذ حسن، مفجر قضيه القرن حبيبي يا استاذ حسن. ده انا داخل عشان اطلع من السعيد انت وقعت ما بين استاذ محمد. طب ارفع لنا الصوت يا جماعه في الكنترول شويه. معاك يا استاذ حسن. وقعت مع استاذ محمد رمضان اهلاوي كبير، والاستاذ احمد سعيد اهلاوي اكبر، وضيوفك المحترمين دول ناس زي الفل. ربنا يخليك. وانت حد عشان وانت حد جميل يا استاذ حسن. الله يخليك يا استاذ شريف. انا كنت فكرته سهل، لكن دول زملكاوي عقر وقداه وقدود يعني. دلوقتي يا استاذ شريف هتسيب لي الميكروفون دقيقه واحده بس مش اكتر. اتفضل. بعد ما بشكر ضيوفك المحترمين الاهلاوي والزملكاوي عندنا وراسنا. ليه؟ اولا قناه صحوه جمال مش قناه فئويه، دي قناه عامه. صح. يعني لا هي قناه الزمالك ولا قناة الأهلي. إذا اللي يقعد على المنبر يكون فير يعني محايد. الضيف ده يتكلم على الزمالك والضيف ده يتكلم على الأهلي، لكن لما ناخد احنا اتجاه زمالك غلط أو اتجاه أهلي غلط. بالنسبة للدوري اتلغى قبل كده خمس مرات وكان الزمالك أول فيه ثلاث مرات. لم يتوج الزمالك بالبطولة. يا سيدي الدوري الإنجليزي ليفربول 27 سنة ما خدش دوري. أنت أهلي بتقول عني منه 41 بطولة في الدولاب مش محتاج. ليفربول 27 سنة وقاب قوسين أو أدنى لوصل 6 نقاط. عايز 3 نقط يا أستاذ حسن. بالظبط كده، ما حدش قال لك هو الدوري. ثم هقول لك حاجة أهم. اللي عايز يرجع الدوري يرجع على مسؤولية مين؟ وإحنا عندنا كل يوم 600 و500 مصابين و20 و30 وفيات. هل الأرباح أهم من الأرواح؟ أنا مش شايف كده. دي حاجة. الحاجة الثانية والسؤال بقوله للكابتن أحمد سعيد، نادي القرن قريب جدا لسه مفاجاه صارخه عن سرقه، اكبر سرقه في تاريخ الرياضه انك تسرق قرن. انا قلت قبل كده اللي يسرق جون اوف سايد او ضرب جزاء تسرق قرن بحاله من الزمالك. الزمالك 9 بطولات افريقيه، 4 ابطال دوري، 1 ابطال كؤوس، 2 افراسيوي، 2 سوبر افريقي. وانت عارف ان ابطال الدوري يا استاذ احمد في النقاط اعلى من ابطال الكؤوس، والزمالك واخد 4، الاهلي كان واخد 2، يعني واضحه زي الشمس. اقول لحضرتك حاجه يا استاذ حسن بعد اذنك. لا هرد عليه بعد ما يخلص يا استاذ. 9 بطولات افريقيه للزمالك مقابل 7، لو حبيت تشيل الافراسيوي هيبقى 8 ل7 او 7 ل6، فالزمالك متفوق بالارقام
بالبطولات بكل حاجه، لكن كان في صفقه تبادليه تمت ما بين عيسى حياته والنادي الاهلي، يدي المنتخب الكاميرون منتخب القرن وهو لا يستحق، عشان يدي للاهلي نادي القرن وهو ايضا لا يستحق. مؤامره. طب انت يا استاذ حسن، ايوه انت معانا ان شاء الله في حلقه كده وتوضح لنا كل ده. بس يا باشا المستندات موجوده، انا دخلت من مناظره قبل كده مع الاستاذ محمد رمضان وكان الاستاذ احمد سعيد معاه، والاثنين يكادوا يكونوا عليا، ودخلوا عليا برضو مسؤولين اهلاويه ومستمعين اهلاويه، والحمد لله بقدره قادر. لازم بالمنطق والعقل الزمالك 9 بطولات والاهلي 7. هنرد على حضرتك، هنرد عليك، هنقدر نرد على حضرتك يا استاذ حسن. انا لازم ارد. لا ما هترد. لازم نرد، لازم نرد، لان النظام ثواني. طيب ما هيرد. اتفضل. نشكر بس الاستاذ حسن. الف شكر يا استاذ حسن. يا ريت الاستاذ حسن عالم الدين يكون متابعنا دلوقتي. متابعنا ان شاء الله. بص يا استاذ شريف، موضوع القرن ده، ويا ريت برضه الزملكاويه ما يزعلوش مننا والاهلاويه ما يزعلوش مننا. احنا انت مش هتقول كلام يزعل الاهلاويه، اقول الزملكاويه ما يزعلونش مننا وخلاص. عايزين عشان انت عشان تريح بالك في الموضوع ده. حاجه بسيطه جدا. النهارده مثلا الزملكاويه بيقول لك احنا عندنا 2 افرو اسيوي. الافرو اسيوي دي بدات سنه 86. ايوه تمام. وانتهت سنه 92 او 93. 93. طيب الاهلي له بطولتين في افريقيا، ما كانش لسه البطوله بتاعه الافرو اسيوي دي اتلعبت، لو كان شارك فيها كان كسبها. ايه هما بقى اللي هو 83 و84؟ كوتوكو. ماتش كوتوكو. تمام. طب لا ده في نقطه، بس في نقطه، الاهلي لعب مباراه في الافرو اسيوي خدها، خدها بنظام ايه؟ خدها بنظام رايح جاي. الزمالك لعب مباراه فيهم في الافرو اسيوي دي بالمباراه من مباراه واحده. طب ده نظام الاتحاد الافريقي يا استاذ احمد. احنا افريقي لو سمحت. امال الزمالك قالها هاتوا الفريق ده. لا هو لاعب فريق ياباني. هو ده المغطى. وهام اللي قال يا باشمهندس. يا باشمهندس بص يا باشمهندس، هو في معايير اتحطت سنه 94 تمام الاتحاد الافريقي. طب ثواني. لا ثواني يا استاذ. اتفضل. ثواني يا استاذ احمد، احنا سيبنا الزمالك، الزمالك مش نادي القرن. المنتخب الكاميروني خد منتخب القرن على اساس ايه؟ النقاط. نقاط. هي نقاط ايه يا استاذ؟ بلاش ثواني. نقاط يا استاذ. ثواني. ما هي دي المشكله، وده اللي عامل اللغط. هو الخلاف كله في الجزئيه دي. ثواني يا استاذ محمد. اتفضل يا فندم. هنحسبها، خلينا قاعدين على المصطبه كده ونحسب. حلو. ماشي. حلو. المنتخب الكاميروني واخد بطوله افريقيا كم مره؟ ثلاث مرات في اثناء لا ثلاثه اثناء ما اتعملت ثلاثه لحد ما خدها من مصر. لحد ما خدها من مصر. ومصر كانت 4. ومصر كانت 5. مصر كانت 5. اذا هنا بالبطولات يبقى مصر. ماشي. منتخب مصر اشترك في البطوله الافريقيه كم مره؟ كل التصفيات بتاع البطوله الافريقيه من سنه 57 لغايه ما اتعملت المسابقه. ثواني اكمل في نقطه بس عشان نخلص. انت عاوزها بطولات ولا عاوزها نقاط بالظبط؟ هي السيستم اللي احنا مشينا عليه. تفرق المعايير ايه بقى يا باشا؟ بص محمد، عام 94 في الوقت ان الاهلي بيعتذر عن البطولات لمده 5 مواسم. على فكره ثلاثة ايا كان هو على فكره بسبب التحكيم. عشان بس لازم نوضح النقطه. اتحاد الكاف عمل ايه يا استاذ محمد؟ بعت للانديه قال لهم احنا هنعلن بطل القرن بالنقاط. يعني ايه بالنقاط؟ في دوري وفي كاس. الدوري والكاس قال لك هنا 4 نقاط وهنا 4 نقاط، لان في الوقت ده قبل 2000 كان الدوري والكاس بطوله واحده، ما فيش حد بيميز عن حد، لحد ما بقت دوري الابطال وبقت الكونفدراليه بقى في اختلاف. اما بقت دوري الابطال بقت 5 نقاط، اما بقت الكونفدراليه بقت 4. يا استاذ احمد لحظه بس، والنبي يا استاذ شريف، عشان الناس بتتوه مننا. لا ثواني. الناس بتتوه مننا. على فكره على فكره على فكره المعلومات مش لا هقول لحضرتك. طب ايا كان ايا كان ايا كان اللي بيجي مركز تاني اللي هو الوصيف بياخد 3 نقاط في الدوري وبياخد 3 نقاط في الكاس. بتيجي بعد كده بقى بتنزل تدريجي، اللي هو واخد تاني مجموعته اللي هي بيصعد. ايوه يعني انت صعدت للدور الثمانية ليك نقطة، بياخد نقطتين. صعدت للدور الاربعة، دور الاربعة نقط وهكذا. تمام. هي ده السيستم اللي عارف الاصعب ايه بقى؟ ده لو انت دخلت الافرو اسيوي ودخلت الاثنين سوبر بتوع الزمالك وحسبتها بالنقاط، النادي الاهلي برضه بطل القرن. طيب ده هي دي الفكرة. هي الفكرة هنا. وبرضه انا عايز اوضح لحضرتك حاجة، بطولات ولا نقاط؟ بالظبط. انا عايز اوضح لحضرتك حاجة برضه. طيب. عشان نبقى متفقين. فضل. بعيدا عن اهلي وزمالك، لو الموضوع معكوس
لو الموضوع معكوس أيوه. جمهور الاهلي كان هيبقى حزين جدا ان هو مش بطل القرن طب بسبب موضوع النقاط يعني من حق جمهور الزمالك من حق جمهور الزمالك ان هو يعترض احنا لما جينا نتكلم على شاشات التلفزيون وفي السوشيال ميديا وفي الجرايد قلتوا ايه انتوا معاكم المحافل الدوليه روحوا اشتكوا فيها حصل ماشي الزمالك امبارح جهز ملف وراح اشتكى للفيفا حصل ماشي دلوقتي سامع اصوات على السوشيال ميديا بتقول لك ايه اللي فكر الزمالك بعد 20 سنه بنادي القرن ماشي يعني احنا لجأنا للسوشيال ميديا عارف المفاجاه ايه ثواني اسمعني عارف المفاجاه ايه مباركة المستشار مرتضى منصور للنادي الاهلي اثناء حصوله على بطولة القرن اثناء وجوده نائب للرئيس في عهد الدكتور كمال داوود عمره ما عملها لا عملها لا عمره ما عملها هات فيديو هات فيديو هات وبارك للنادي الاهلي بحصوله على نادي القرن هي بصرف النظر بصرف النظر هي الفكرة كلها ايه كل نادي بيحاول يدور على مصلحته بالطريقة اللي تناسبه تمام لو نادي الزمالك ليه حق برضه هرجع واسال السؤال ده عارف احسن حاجه عملها المستشار مرتضى منصور ايه يا استاذ محمد يا باشمهندس اتفضل المستشار مرتضى منصور قفل الباب على الاهلاويه وعلى الزملكاويه النهارده القضيه دي هتتبعت لاعلى محكمه في العالم بتدير الرياضه المحكمه الرياضيه الدوليه يا تقول الاهلي بطل القرن بس يا تقول الزمالك بطل القرن يبقى ونحن نحترم احكام الاحكام القضاء ونبارك لنادي الزمالك لو تغير الحال ونبارك للنادي الاهلي تغير الحال ونغير ما هو مش مغسل وضامن جنه انت قدمت ملف انت حضرتك قدمت ملف انا بحترم المستشار مرتضى منصور ان قفل الباب على الرياضه في مصر والجماهير والتكهنات بين الجماهير اتفضل معلش المثل بتاعنا الفلاحي اللي احنا بنقوله ربنا عرفوه بالعقل أيوة. ما شافوش بالعين تمام بس تمشي معايا خطوه خطوه عشان ما تدخلش بقى في المناقشات اللي لازم تسكتني عشان انت تتكلم انا اللي هتكلم ماشي تتكلم اتفضل يا استاذ شيرين من ساعه معيسى حياته وكابتن شطه يبقى عيسى حياته طب لحظه طب بعد اذنك طب بس طب اضيفها بس السؤال. لا طب كمان انا قبل السؤال لا 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 طب انا اهلاوي اهو قاعد جنبك اهو مش هقطعه انا مش هفتكر السؤال تاني مش هقطعه من بلا ما افتكره مش هقطعه وحتى الاجبيز وقع مني زي ما حضرتك مش عاوز تنسى عيسى حياته وشطه انا برضو لازم احطهم في الشماعه بتاعه الزملكاويه يبقى لا بشماعه املى بس الشماعه بس يبقى انت عيسى حياته احط الشعوذه احط عيسى حياته ومين بتقول حضرتك وشط كمل يا مصطفى كمال ومصطفى كمال اذن لا مصطفى كمال مصطفى كمال فهمي ولا مصطفى كمال ده كده الشماعات كترت قوي طب ثواني طيب بس نحكي بقى اتفضل من ساعه الثلاثه دول ما سابوا الاتحاد الافريقي سابوه سنه كام مش متابع بجد تقريبا ما كنتش غلطان يعني اسهل عليك ان الاهلي ما خدش بطولات بعد مصطفى عيسى حياته طيب بجيب انا بقرا افكارك طيب انا طبعا طب ثواني اكمل السؤال انا الاربيز ده مش عارف انا كده قريت افكارك طيب خد كام بطوله افريقيه ولا بطوله حلو جميل ماشي جميل. قبل كده كان محطوط هل من الصدف اللي بتحصل في الافلام السينمائيه والبطل يدوس عليه القطر ويصحى تاني تمام ماشي هل من الصدف ان كل ماتشات الاهلي في الادوار التمهيديه والادوار المجموعات تبقى خارج مصر وماتشات الزمالك تبقى داخل مصر عشان يروح هناك على راي مش عارف مين عفت نصر ولا مين كان على قناه الحدث قال لك ايه دي كانت يعني ملعوبه بغباء ان الاهلي كل ماتشاته مش 95 ولا 99 كل ماتشاته خارج القاهره انت حضرتك تقصد الماتش الاولاني باشمهندس انا هفكر حضرتك بواقع لا هفكر باشمهندس هفكر استاذ شريف بس عشان خاطري احنا خدنا الجمهور دلوقتي الجمهور سامع الاستاذ شريف وبيتهم الاتحاد الكوره ان الزمالك مش اتحاد الكوره مال اتحاد الكوره مال ده الافريقي ان هو بيتعمد ان الزمالك مبارياته تبقى على ارضه في الاول والعوده خارج الارض احنا نرد ده رد بسيط جدا
عم جميل عندنا في البلد اللي بيعمل الدورات الرمضانية. أي دورة رمضانية بيبقى فيها مجموعة واحد ومجموعة اثنين. ده عم جميل، مش بقولك للكاف. عم جميل لما بيجي بيطلع أول وتاني وبيطلع أول وتاني. مش أول وتاني أصلا. وبيعمل مقص. مش أول وتاني. مش أزور كده خالص. أنا بقولك الأدوار التمهيدية قبل أدوار المجموعات. أنهو التمهيدية. أيوة. دور الستاشر. أنا هقول الستاشر. والاثنين وتلاتين. وحتى في متعامل القرعة بتاع المجموعات. يعني لو وصل الاهلي في تصنيف، في تصنيف، هي دي الفكره. في تصنيف يا جماعه، هو بيبقى في تصنيف. انتوا كده بتشوشروا على الجمهور يا جماعه. لا يا جماعه كده اوفر قوي يا استاذ محمد. على فكره على فكره لا كده اوفر. لا اوعى، بس اوعى تفتكر مثلا اوعى حد يضحك عليك يقول لك شط بيدعم الملف بتاع الزمالك. اوعى تقول لك مثلا يطبخوها مع مصطفى مراد فهمي. يطبخها في ايه؟ ايوه كل ده بتطبيق. هل تعلم ان الزمالك حصل على بطولتين افريقيتين؟ هل تعلم ان الزمالك حصل على بطولتين في عهد مصطفى فهمي وفي عهد عيسى حياته؟ طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه. ده الاهلي ذات نفسه ده عايز حياته قالها بالنص. طيب انا قال لك ايه؟ انا هعمل مقر اقامتي في مصر عشان كل البطولات الافريقيه ما فيش حد بيفوز بيها غير النادي الاهلي. طب واحنا نعمل ايه بقى؟ الاهلي بيكسب. طيب خلاص، ده خلاص ده تصريح اصلا. ثواني، ده تصريح يقوله. ما يقول اللي يقوله، انا بكسب، انا مالي. طب يا من ساعه ما ساب الاتحاد الافريقي الاهلي يعني نزل عليه سهم الله؟ لا هقول لك على حاجه. عشان تاخد ترابيزه الاهلي خسر. طب ما الاهلي خسر. بص يا جماعه، الاهلي خسر في القاهره من النجم الساحلي بفضيحه تحكيميه العرجون. من العرجون، وكان ضربتين جزاء في استاد القاهره. كابتن شطه كان موجود في القاهره، وكان عيسى حياته قاعد في المقصوره. وكان عيسى حياته موجود. وانت عملت معاه ايه؟ النادي الاهلي اقول لحضرتك. لا عملت معاه ايه؟ النادي الاهلي يعني ما لقاش كره تاني ولا اي حاجه. كان لسه كابتن استاذ شريف بيقول الادوار التمهيديه وكده. النادي الاهلي واخد بطوله افريقيا من القطن الكاميروني اللي هو بلد عيسى حياته. طبعا في عكر داره. في عكر داره. الماتش عوده كان في الكاميرون. فالاولى لعيسى حياته ان هو يحابل الاهلي. بص ولا يحابل اللي بلده فريق بلده. على فكره انتوا جمهور مش عامم عشان انا اللي قدامي. على فكره الاستاذ احمد والاستاذ محمد، عارف ايه؟ ما من حوالي شهرين ثلاثه كده اديتك جنيه. طيب بقيتش يعني انت المفروض تسيب العمليه فير. طب ارد عليك بقى. رد. احنا كاهلاويه او مشجعين النادي الاهلي، احنا عندنا احساس اما الاهلي بيبقى بطل عارفين ان الاهلي قوي هيكسب اي حد. اي حد. لحظه بس. ما انا بقول لحظه بس. لحظه بس. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بص هقول لك. بالفلوس ولا بالتحكيم ولا من تحت الترابيزه؟ هقول لحضرتك. انا ارد عليك. انا من مدرسه. انا من قبل ما تبدا الكلام ده. اتفضل. ماشي. اتفضل. هات لي في مره الزمالك في افريقيا حصلت معاه أزمة هزت الاتحاد الأفريقي وهزت التحكيم زي أزمات النادي الأهلي. ده أنت عندك أزمة ما حصلتش للنادي الأهلي على تاريخه في أفريقيا. إيه؟ أنت في مباراة حسنية أغادير الفريق نفسه ما اعترضش. الكرة دخلت بكامل قوات بكاملها الجول. تمام. الفريق نفسه ما اعترضش. الفريق التاني يعني أنت ملكي أكتر من الأهلي. مش طرف الأهلي. ما كانش طرف. لا مش أنا مش على طرف. الأهلي ما كانش طرف. أنا بمثل حسنية أغادير. النادي الأهلي ما فيش نادي في العالم بيلعب مباراة نهائي ويجي لاعب من فريق الخصم ضربة ركنية ويمد ايده بيلعب كرة يد ويحرز هدف ويحصل على البطولة. بص يا ما اتظلموا مرة فاكرينها وكل لقاء تلفزيوني لازم يعني انت تعترف معايا ان في ظلم. في ظلم. طب وليه بقى؟ طب بطولة. انتوا تعبتونا بجد. وبعد كده منين ظلم ومنين انا بجامل الاهلي؟ انا لو بجامل الاهلي مش هيحصل كده. كان ثواني يا اما الماتش العودة كان في كورة لمحق الواد. لا في الذهاب. ماتش الذهاب انا هقول لحضرتك. هو ماتش الذهاب انتهى 2-1 للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان احمد. كان محمد فضل. محمد فضل الكرة كان في دربكة في منطقة الجزاء. وراح حاططها بيه. لا هو ما اتعمدش. مش واضحة. الله ينور عليك. مش واضحة. ازاي بتاع امرار؟ لا ثواني جريشة يوم ماتش وبعتها المخرج 60 مرة. الواد بتاع المصري المقصة طاير بيده عاملها كده وما حسب. عملنا ايه؟ ولا حاجه. قلبتوا الدنيا. هو في الاخر والرئيس بتاعكم قال هنسحب. وفي الاخر ايه؟ في الاخر رجعتوا في كلامكم. ما بعتش. ما هو كالعاده بترجع في كلامك. ما هو في العادي حتى غرام الطارق حامد. شيل ثواني. بس انا بزعل من ايه بقى يا استاذ شريف؟ ان احنا النهارده الناس بنتكلم في الكوره لسه بترجعونا تاني لحكام واتحاد كوره وسحر هواري وسحر وشعوذه. على فكره مش كلام انا. مش كلام انا. دي مش كوره. مش كلام انا. دي مش كوره. حكم اجنبي كان اسمه مارك باتا
اللي لغى ماتش الاهلي والزمالك يوم ايمن عبد العزيز ضرب ابراهيم حسن. انا كنت في الماتش. طب ما انت تقدر تقول من حظ الزمالك السيء، من حظ الزمالك السيء لو بتقيسوها بالطريقه دي او بالمعيار ده، كل مباريات الاهلي والزمالك من فتره طويله بحكام اجانب. عارف الزملكاويه يرد عليك يقول لك ايه؟ اصل الاستاذه سحر الهواري وهي عضو في اتحاد الكوره بتقابل الحكام الاجانب وبتحجز لهم الفنادق. ايه ايه العبث ده؟ ده عبث، ده عبث في الرياضه يا جماعه، ده عبث. لا ده عبث في الرياضه. لا لا مش استاذ علي خالص، احنا ما فيلو ثلاثة، احنا اكتر نادي متوج على كل الانديه على العالم. حلو، احنا احسن نادي. طب حلو قوي. اثنين، هات لي نادي عندك قوه شعبيه على مستوى خلي جول عالم زي نادي الزمالك. قول لي بقى انت في 2003 بطل. اه بطل. اه وانت بطل كده مش الشماعات دي. لا 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 اقول لك السحر والشعوذه اللي بتقول عليها. اه ازاي يعني؟ يعني انت بطل دلوقتي في 2003. اه هل في 2003 الناس دخول عند الجون مثلا؟ ما اقصدش. لا قصدي احمد، احمد سعيد يا باشا انت 2003 كنت بطل. حلو، ما استمرتش ليه على طول؟ اه بس طب انا عايز انا هقول لحضرتك ليه؟ هقول لا 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 انا هقول لحضرتك يا استاذ محمد. اذا الزمالك وهو فت وفرقه كويسه وجهاز فني كويس ولاعيبه على مستوى بياخد بطوله 2020 اهو. طب هقول لك على حاجه، الزمالك خد بطولتين السنه دي من الترجي، قتل الترجي بمعنى الكوره بقى. طيب. قتل الترجي ثلاث مباريات. طب لحظه بس، لحظه بس. تمام. هل الزمالك النهارده ما فاز على الترجي وفاز على النادي الاهلي ليه ما تدخلش؟ خليك بقى بنفس المعيار بتاعكم، انت كسبت الترجي لان كنت كويس. ماشي. معاك مدير فني قرا فرقه الترجي كويس. حلو. قدر يلعبها زون ديفنس من نص ملعبه بيلعب على هجمه مرتده، وفي الثلاث مباريات قدر انه يكسب الترجي. ما قلتش ليه بقى سهل وشعوذه؟ لا انا لحظه، الموضوع عكسي، الموضوع مش وانت لحظه بقى، لحظه بقى، الموضوع لما انت بتخسر مش لما بتكسب. طب خليك كم تكسب دلوقتي؟ ماشي، ليه ما بتجيبش الشماعات دي؟ لا اله الا الله. لانه بيكسب، هو ما بيطلعش الشماعات دي الا لما يعني ما بتظهرش الشماعات دي الا وانت بتخسر. اه طبعا. طب ليه وانت ايه؟ في اسباب. عارف بقى، عارف النادي الاهلي بقى عمل ايه؟ عارف جمهور النادي الاهلي؟ انا طبعا ضد اللي عمله جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي حصل على الدوري، كسب الزمالك، خسر افريقيا. انا ضد التصرف الهمجي. اول تمرين اعتدوا على اللعيبه واعتدوا على الجهاز الفني لدرجه ان مارتن يول قال انا ما عدتش قاعد في مصر. ليه؟ هو جمهور النادي الاهلي عاوز بطولات. طب ما انا لسه جايب لك دوري. لا انت خسرت افريقيا يبقى روح. هو ده الفرق بقى يا استاذ محمد. فرق انا ايه بس قول لي فرق، فرق في ايه بقى؟ انا اما اخسر بطوله في عندي الكوره النهارده بقت علم يا استاذ محمد. يعني ايه علم؟ يعني ايه علم؟ وفهم يعني حلو قوي. انا اشوف انا قصور عندي في ايه؟ انا عندي القصور في ايه؟ هل القصور عندي في جهاز فني؟ هل القصور عندي في بعض الاماكن في الملعب؟ استاذ احمد بيتكلم ان يبقى في اسباب منطقيه وتحليل. اه انما ما تقولش بقى عشان معاك بقى يا استاذ محمد. ما انتوا اللي بتقولوا بقى. بقى هقول لحضرتك مين اللي قال ده اعلى قيمه في نادي الزمالك؟ مش هقول بقى لاعب او متفرج، ده السيد المستشار مرتضى منصور. ايوه في احدى القنوات الفضائيه طلع قال السحر والشعوذه. تنكر دي؟ هو الراجل بيتكلم على مسؤوليته الشخصيه. حلو حلو. ده اللي هو اكبر قامه في النادي. النادي الاهلي ما بياخدش المسائل بالطريقه دي. النادي الاهلي مش محتاجها، مش بياخدها بالطريقه دي. النادي الاهلي قعد اربع في مواسم في على فكره النادي الاهلي في النادي الاهلي قعد اربع مواسم يا باشمهندس ما بياخدش بطولات. عمرنا ما بنطلع نقول في سحر او تحكيم او شعوذه. عمر النادي مين ده؟ مين ده؟ ده سيد عبد الحفيظ. لو 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 حاجه حصلت في الماتش بيطلع بيعمل الكلام ده. الكلام ده حصل. موضوع سيد عبد الحفيظ ده حصل ده الموسم اللي فات، وده تلاسن كان ما بينه وما بين استاذ امير مرتضى منصور ونجح. بس كده ونجح زي ما استاذ محمد رمضان قال. لا على فكره جزء سيد عبد الحفيظ اي ماتش بيتهزمه الاهلي بيطلع بعديه يقول لك ايه؟ انا الحكام المصريين. أيوة. ومش عارف ايه وهعرف اربيهم واعرف. الاهلي خد الدوري السنه اللي فاتت هل بالتحكيم ولا هل بتقصير نادي الزمالك وفقد الله يرحم. الله يرحم حسام البدري يا استاذ محمد. هل الله يرحم حسام البدري. انت نتكلم بقى نقول هل الزمالك لو كان كسب ماتشاته كلها الاهلي كان هياخد الدوري برضه؟ كان يكسب الجونه بس. طيب. يا باشا هل حضرتك رد عليا. انا هسالك سؤال. فضل. هل هسالك سؤال، هل كل ماتشات نادي الزمالك اللي خسر فيها نقط خسرها بسبب التحكيم ولا بسبب تقصير من لعيبه نادي الزمالك؟ لا انت كل ماتش. ثواني يا استاذ محمد. فضل. انت سمعت كلمتي اول الحلقه قلت اتفضل عدل القيه قال لك الدوري مش هيتكسب
داخل الملعب. ثواني اكمل. اتفضل اتفضل. لو احنا عشان برضو ما نقولش ان احنا ذاكرتنا زي السمكه. اتفضل. ياما الاهلي يبقى عنده 10 ماتشات او 12 ماتش مؤجل. تمام. ويجي كان عنده طبعا مستشفى النادي الاهلي. ماشي؟ يجي اتحاد الكره المبجل يحط له وعامر حسين افندي يحط له الماتشات ازاي؟ يحط له حرس الحدود ضعيف، طب هاتوا لا يخليه قبل الاهلي. الجونه ضعيف، هاتوا قبل الاهلي. الاسماعيلي قوي، لا استنى من الاهلي يدعم صفوفه عشان يلعب الاسماعيلي. برضه انا هرد على حضرتك. قول. في الوقت ده لو الزمالك كان كسب كل ماتشاته كان توج بطل للدوري ولا لا؟ يبقى الزمالك بيلعب كذا جبهه. هو ده السؤال. الزمالك ومال الاهلي؟ الزمالك مش اول. الزمالك ومال الاهلي؟ الزمالك مش اول. اكسب ماتشات خدت البطوله. شكرا. حتى لو الاهلي بيكسب ماتشاته باللي انت بتديله اضعف. خدت البطوله. وبرضه انا عايز اوضح برضه وعندنا برضه في عندك جهه انت خسرت من النار طول انت تعادلت مع الجونه. عندك الاعلام. طب الجونه وحش عشان يعني تعادلت مع الجونه. انت تعادلت مع الجونه ما ضل ضاع منك الدوري. عندك منبر. عندك دلوقتي انت عندك منبر للنادي الزمالك دلوقتي. منصور مع احترامي الشديد طبعا مستر منصور عمل قناه كل من هب ودب عنده قناه كان يطلع يسيء في نادي الزمالك. طب دافع كل دافع. واحد عمال يطلع يسيء في نادي الزمالك. رموز. عندك رموز. النهارده بقى حد يقدر يتكلم في نادي الزمالك؟ حد يقدر يتكلم عن مستر مدرب لا ثواني عشان في فاضل 3 دقايق. نمره 2 اللي انا عايز احكي فيها بقى قضيه اللاعب بتاع الزمالك اللي راح بلديه المحله اسمه عفت نصار بقى اسامه نبيل. اسامه نبيل. اتكلم على اسامه نبيل. اسامه نبيل غزل المحله. بلديه المحله بيقول لك اسامه غزل المحله. لا بلديه عشان لاعب الزمالك في نهائي الكاس. غزل كان غزل. كان غزل. غزل ولا بلدي؟ غزل المحله. كان ماتش. كان ماتش مع الغزل. كان ماتش مع الغزل. وعلى فكره الكابتن اكرام عبد العزيز عمل لنا مداخله الاسبوع اللي فات وقال لك كان هو بيلعب فيرود ونزل يعني كان احتياطي ونزل معاه لعب ربع ساعه. هو جاله هجمتين يعني هو بيقول لك يعني خانوا التعبير في اللفظ ده. خانوا التعبير بس. لكن معلش لو المدرب يبقى المدرب بتاع غزل المحله في هذا التوقيت لا يفقه شيء عن الكوره. بمعنى لو هو شايف اسامه نبيه بيقصر او طبعا بيبان اللاعب المتخاذل. لا كان ما تخاذلش على فكره. طب انا بقول لك خانوا التعبير. صح خانوا التعبير. خانوا التعبير. لكن ثواني بس ثواني. بمناسبه خانوا دي يا استاذ شريف انا بوجه رساله لكل جمهور مصر. للاسف قامات رياضيه كبيره ونجوم رياضيه كبيره بيظهروا النهارده على الفضائيات بيكسبوا عاطفكم بالكذب والخداع والمراوغات والفلسفه في الحوارات وصدقوني الخسران الرياضه المصريه. طب ممكن بس شريف بس في حاجه بس في استغاثه في استغاثه بس جايه لكم لكل الناس. اتفضل. طبعا جاي من صلاح ونيس بيتكلم عن دور وزاره الشباب والرياضه ونقابه المهن الرياضيه في مساعده المدربين في حرد الغاء النشاط الرياضي. تمام. احنا ده خصوصا ان احنا طبعا في مدربين مع احترامي ليك بالنسبه طبعا الاجور بتاعتها ولاعيبه كلها موقوفه. كنا نتمنى من منبر من معاليك طبعا نشوف حل بالنسبه ل الفلوس. وده موضوع مناقشه وده اهم موضوع يا استاذ بجد والله. بجد بقى دي سيبك بقى من البطولات وسيبك من الاهلي والزمالك. ده اهم موضوع كتيره جدا جدا فقدوا يعتبر المصدر بتاعهم مصدر رزقهم. طيب لازم يكون في حل بمؤقت. يا ريت بجد واحنا نضم صوتنا. ناخد كلمه اخيره من كلمه اخيره. انا اتمنى من الجمهور يعني خلاص احنا النهارده بقى عندنا عصر الفضائيات والناس النهارده يعني بقت اكثر وعيا من زمان. يا ريت اسمع وحلل وما تنسقش ورا اي حديث صحفي سواء نجم او لاعب او مدرب او جهاز فني. يا ريت نركز. والرياضه يا جماعه ان شاء الله في مصر ان شاء الله مع الاستاذ شريف هيبقى في حلقات كتير لان عندنا مشاكل كتير جدا جدا كتير جدا ومنها اتحاد الكوره. ويا ريت نفرد حلقه للانتخابات اتحاد الكوره لان في كوارث بتحصل الان وفي تربطات يا استاذ محمد فيها باشمهندس تربطات لدرجه ان في احد المرشحين كان عامل وليمه في احد الفنادق هنا في مصر. طب خليها بقى للحلقه اللي نفردها للاتحاد. خلاص مفيش مشكله استاذ محمد. طبعا انا بكرر بدك شكر طبعا لسيادتك طبعا واتمنى الرساله توصل لكل القائمين وكل المسؤولين عن شباب الرياضه وكل القائمين بالنسبه لاتحاد الكره المصري. تمام. بالنسبه للمدربين المدرب هو الاساس وكل الناس النهارده بتطالب ان احنا طبعا كلنا عايشين بجد يعني في عصر صعب جدا في زمن صعب جدا. اتمنى يعتبر عودة النشاط او يكون في حل بخصوص المصدر بتاعهم مصدر رزقهم للمدربين ان شاء الله. انا اتشرفت بوجودي مع حضرتك النهارده ومع السادة الافاضل ورمضان كريم على كل الشعب المصري والجمهور الاهلي والجمهور الزمالك وندعي كلنا ان شاء الله ربنا يزيح الغمة الفترة دي
عننا كلنا ان شاء الله، وباذن الله بكره يبقى احسن باذن الله. وفي نهايه الحوار بشكر الكابتن احمد سعيد. شكرا. شرفتنا يا كابتن احمد. شكرا. شرفتنا يا كابتن محمد. تشرف لينا. شرفتنا يا استاذ محمد. شرف لي، ربنا يخليك. سعدت بكم ونرجو انكم قد اسعدناكم. السلام عليكم.